قد يقترح الطبيب المعالج تغيير جرعات الأدوية لعدة أسباب، من أهمها أولاً قد تكون هناك عدم استجابة أو استجابة جزئية فقط على الجرعة الحالية، فيكون هناك حاجة لزيادة الجرعة. الشيء الآخر خصوصاً في الأطفال والمراهقين مع النمو وزيادة الوزن والطول، بعض الأدوية تحتاج إلى تعديل في الجرعات حتى تتناسب مع مرحلة النمو الحالية بشكل أفضل. وقد يلجأ الطبيب إلى تقليل جرعة الدواء أحيانا إذا كان هناك أعراض جانبية مزعجة على الجرعة الحالية، فبالتالي تكون الجرعة الأصغر أنسب من هذه الناحية.